معاناة متواصلة ومتفاقمة يحياها اهالي مدينة الموصل ولا سيما الاطفال منهم بالرغم من مرور ما يقرب من العام ونصف العام منذ اعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي استعادة السيطرة على المدينة بالكامل. اطفال الموصل الذين عاشوا ويلات الحرب وعاينوا القتل والدمار والدم المستباح في شوارع مدينتهم وفقدوا خلالها الأب أو الأم أو الأخ أنهكهم الفقر والجوع بعد نهاية الحرب وتأخر مشاريع إعادة الإعمار فلجأوا إلى العمل في جمع المخلفات المعدنية وسط القنابل والألغام من أجل بضعة دنانير بالكاد توفر شيئاً من الغذاء لأسرهم من أشتغل بقى الشغل المدرسة ما نعيش. الفقر يجبر هؤلاء ليس على العمل فقط، بل كذلك يجبرهم على التسرب من التعليم لتوفير وقت إضافي للعمل، ولتوفير المصروفات التي كانت ستنفق على التعليم من أجل شراء الغذاء لأسرهم الفقيرة. وبحسب موقع لوبسايدر الفرنسي، فإن الأطفال الذين يعملون في جمع المعادن تتراوح أعمارهم بين سبعة وثلاثة عشر عامًا. ويتجولون بين المباني المدمرة بحثا عن ما يمكن بيعه لكسب بعض المال الذي يجنون منه نحو ثلاثة دولارات يوميا من السبع سنين إلى الثلاثة عشر 14 سنة كلهم بلا مدارس من الجوع من الوزن من العطش ناس ميتين من الجوع بيوتهم مدمرة ما حد جاء راجع له ما حد جاء راجع فأطفال يعني مجبور يقوم ما يسهلوا حتى النسوان يطلعون يلمون غلط يحدث ذلك بينما تكتفي الحكومه في بغداد باطلاق الوعود بشان اعاده اعمار الموصل وغيرها من المدن التي دمرتها الحرب في حين ينشغل السياسيون بصراعهم على استكمال ما لم يستكمل شغله من المقاعد الوزاريه غير مبالين لان نات شعب اجهدته ثلاثيه التخلف الحضاري الجهل والفقر والمرض في بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم